قبل المباراه بيوم كانت حاله استرخاء بشكل غير طبيعي، خصوصا كمان ان كان عامل فوز، كان كله بيقول لك انا هنزل احتفل ازاي واللي هيجيب ومش عارف اللي هيعمل ايه، فكنت متوقع ان كان هيحصل حاجه. فاكر احمد رمزي ساعتها كان في الجهاز الفني وقال انا حاسس ان بكره ان الاهلي هيخسر، فانا حد سمعت الكلمه وطبعا بتمناها من جوايا لكن حاسس ان الحقيقه هيبقى صعب شويه. قال اسمعوا كلامي، انتوا ابطال الدوري السنه دي. وكان هو عنده احساس ويقين هو كابتن احمد رمزي ان احنا هناخد الدوري. الدور الثاني عملناه اكثر من رائع، يمكن الدور الثاني كسبنا مش عارف كم ماتش، كسبنا ماتشات كتير قوي ورا بعض، وقللنا فرق النقاط، كان فرق النقاط تقريبا 5 نقاط او 7 نقاط للنادي الاهلي. الاهلي تعادل ماتشين اعتقد محله وماتش كمان مش فاكر ايه كده، واحنا كسبنا، وكان طبعا ماتش الشهير في الاخر الاسماعيلي يعني. فكان لو الاهلي تعادل مع امبي واحنا كسبنا الاسماعيلي كان هيبقى نقاط واحده، فكان هتبقى في مباراه فاصله، مفيش بقى ولا اهداف ولا لقاءات مباشره ولا حاجه من دي، كان هيبقى مباراه فاصله. فاحنا كل املنا في امبي انه يتعادل عشان نعمل مباراه فاصله. احنا لعبنا تقريبا هو كان 16 فرقه صح كده؟ يعني تقريبا 33 مباراه. احنا 29 مباراه احنا الاول. كابتن طه بدايته لينا عايزين نعدي اول 15 دقيقه على خير، ما يخش فينا جول. نبقى ندي النادي الاهلي مش هندافع. وقبل الماتش بيوم يعني بعت لي في الغرفه بتاعته، قعدت معاه بعد العشاء. فقال لي ابو السيد احنا عايزين الماتش بتاع بكره بتاع الاهلي ده نعمل نتيجه مع الاهلي، انت عارف انت زملكاوي وبتحب الزمالك وانا زملكاوي، ولو كسبنا الاهلي هناخد مركز رابع، كان احنا بينا وبين الحرس ساعتها فرق بونتين، لو احنا كسبنا ناخد مركز رابع ونلعب اول بطوله عربيه، وكانت اول سنه لينا في الممتاز. كابتن طه بصري ما كانش عايز يلعب المباراه لولا ربنا سبحانه وتعالى اول واحد وسيد عبد النعيم وعادل فتحي. كابتن طه بصري كان يعني بيحبني قوي، كان عنده ثقه فيا جامده، لان انا كنت هداف الفرقه في درجه ثانيه وانا مساعد الفرقه، فكان بيحبني قوي، فبيكلمني مين اهلاوي ومين زملكاوي، فقلت له اهلاوي كذا وكذا، قال لي ما اسامه حسن، قلت له لا اسامه كان في نادي الاهلي ومتربي في نادي الاهلي، بس هم مشوه عشان عمل عمليه في ركبته فمشوه، اسامه حسن راجل وما بيفرقش معاه اهلي وزمالك، هو بيفرق معاه الفانيله اللي هو لابسها، وهو اسامه انت عارف من اللعيبه رجاله كابتن، قال لي يعني شايف كده، قلت له شايف كده كابتن، اسامه انت عارف قريب ليا وانا عارف انا بقول لك يا كابتن، قال لي خلاص ماشي يا ابو السيد. يعني كوفير رامي ده معروف قبل اي ماتش، احنا كابتن طه كان بيعسكرنا قبلها بيومين فلازم يبقى معانا اليومين، بس كابتن طه يعني كان من نوع منظم، كان يديله وقت معين، يعني يقول مثلا ايه هتيجي الساعه 6 تمشي الساعه 9، 9 يبعت له الاداري 9 بجد، بعت للاداري خلاص تنزل، قلت له حاضر ماشي، نزلت قال له اتصرف تطلع لنا نعمل وبتاع، طلعت بعد ما دخل كابتن طه وكده طلعت استخبيت تاني في الحمام بتاع الغرفه، وفضلت قاعد لغايه لما كله نام، وابتديت اكمل بقى شغل مع باقي اللعيبه. ماتش زي ده بيبقى مهم حتى للعيبه، الناس تشوفه هيشوفوه، هم عايز يظهر اول ماتش ومع الاهلي بيبقى حاجه كبيره برضه. كله ضرب الفرزاتشي، جت موضه طالعه الفرزاتشي، كله ضربها في الفرزاتشي. واحنا رايحين الماتش يعني حتى جمهورنا ما كانش متوقع ان احنا ناخد الدوري، كان جمهور قليل قوي في الملعب، كله كان بيبص على الماتش التاني. انا كنت اتمنى ساعتها ان الاستاد يكون فيه جماهير، بس زي ما انت كنت شايف الوضع كان ساعتها كان الجماهير عندها الامل ضعيف جدا. انا ما كانش حد متوقع خالص ان نادي امبي هي يعني هيتعادل حتى مع النادي الاهلي. الاهلي يكسب يحسم، انت يعني انت حتى تكسب برضه مش هقدم معاك ولا اخر يعني. احنا عايزين ماتش ان احنا نكسب، مالناش دعوه بقى يعمل ايه الاهلي. الجمهور كان مالي الاستاد كله رايح عشان يفرح، الجمهور كان فوق العواميد النور نفسها، يعني مفيش مكان في استاد المقاولين، من بره ومن جوه مفيش مكان، والجو كان حر جدا، وده اول سنه صعود للجيل بتاعنا كله، جيل امبي كله، النجوم كلها، الجيل الذهبي بتاع امبي، فالموضوع كان صعب في كل حاجه يعني حتى في النوم كان صعب. حتى في كده برشام بيتاخد منوم اسمه مالتي ريلاكس، اي نت بياخده مش مشكله يعني، خدناش عشان ننام. لما نتكلم على صراحه 100% كان احساس ناس كتير اللي احنا ممكن ما نكسبش الماتش. انا كنت متوقع ان احنا هنخسر، دي حقيقه. في الوقت دوت كان كنا ضامنين زياده عن اللزوم. بتبص اللعيبه اصحابك في الملعب وانت نازل الماتش، بتعرف من وشوشهم ممكن يبقى هو عامل ازاي في الملعب، تركيبته في الماتش اداؤه ممكن يبقى عامل ازاي. كان في 3-4 لعيبه في الملعب كان وشوشهم بيقول ان ادائهم هيبقى مش كويس. نازلين ونازلين نحتفل بصراحه يعني، والكلام اللي اتقال قبل المباراه هو ده اللي خوفنا، ان احنا هنحتفل ازاي وهنعمل ايه والترتيبات عامله ازاي. داخل ملعب جميل، الجمهور، الحلاوه، تحس ان ايه في نعناشه، وحاطط كاميرا في الزاويه العكسيه لاول مره، انا اول مره اعملها. قبل الماتش جابوا دي جي واحتفلوا بفوز بالدوري في استاد التتش، واحنا شايفين ده كله. الماتش ده
واخد معايا شريط عليه جميع أهداف الأهلي اللي جابها السنة دي وغنيتين. كنت قاعد احتياطي، أنا فاكر معايا تليفون وبسمع الراديو وأنا قاعد بره، فجون جه بدري بتاع إمبي في الشوط الأول. سيد عبد النعيم يقلب الترابيزة على الكل وعملها والله سيد عبد النعيم في الدقيقة 31. الكورة دي أنا واخدها من 18 لل 18 ومحدش دخل عليا، فضغط عليا رامي سعيد في بيت أنا وهو، فعديت منه من الجنب كده فتحت زاويه الرؤيه وعملت كورس سيد عبد النعيم. خدت خطوتين لورا، رجع معايا شادي، رحت انا مسابقه بخطوه ثانيه لقدام، رحت حاططها بدماغي، خطفها بدماغي. انا ما شفتش سيد، انا رافعها كروس عرضي اي حد يخش بدماغي ما شفتوش. لما ارفع بالشكل ده وسيد يقف جوه الست يارده بالشكل ده، يبقى في حاجه غلط في دفاع النادي الاهلي. اما المباراه دي تحديدا كانت غريبه في كل شيء. يعني بعد الشوط الاولاني ما لعبناه، يمكن انا اتعورت ما بين الشوطين وخرجت، وكان نفسي اكمل بس طبعا يعني خلاص انا جالي سبرين انكل في بعد اول 25 دقيقه وكملت ال 20 دقيقه التانيين. انا طلعت عشان خاطر نكسب، مش عشان انا، لو انا عايز اعمل مجد لنفسي في الماتش ده كنت ربطت وعملت وبتاع ونزلت وكملت. الكابتن طه بين الشوطين قال لنا يا جماعه شدوا حيلكم، انتوا كده عاملين انجاز وعاملين ماتش جامد وبتروا عربيه وربنا يكرمكم، وابتديت تعرفوا واول سنه نطلع ممتاز وتاخدوا مركز رابع وشدوا زي ما انتم شادين كده ورجاله ووقفوا ودافعوا كويس ومحدش يبخل على التاني. الفوز ما يخدعكوش، النادي الاهلي بيرجع للماتش في الدقيقه 90. بيلعبوا طبعا براس حرب علشان من الهدافين، وهو جول، هو جول حسام عبد المنعم. الناس كانت بتقول ان الاسماعيلي كان سايب المباراه للزمالك، طبعا مفيش حاجه من الكلام ده خالص، دليل ان احنا كسبنا 1-0 بالعافيه. كره معموله كورنر من ناحيه الشمال من خالد الغندور، فسمعت صوت صبحي وهو طالع، فتوقعت مليون في المية ان هيكون الجول فاضي، ولما جه طلع صبحي، قبل ما يطلع صبحي وسمع انا صوته، رحت انا رايح للكوره، رحت حاططها بدماغي. حضر وقف تلج الناحيه الثانيه والكوره ما بتخشش، وانا عمال اعيد، واحد قال لي الو يا استاذ محمد، قلت له ايوه، قال لي الزمالك كسبان 1-0، قلت له تمام ما تقلقش التعادل جاي دلوقتي والمكسب جاي. قلت اكيد دقيقه 70 وقت اذان العصر كالعاده، اللي هو وقت العصر يروح العصر ترجع تلاقي الاهلي جايب جون، طول عمرنا بنشوفها احنا صغيرين، دي دقيقه 90 يعني مدي احساس ان انت هيجي لك جون، فمش مدي مش متعشم قوي يعني. الشعور ده ابتدى جوه المباراه تلاشى، ان المباراه بقت صعبه وان انت ممكن ما تكسبش. انا اللي كان ماسكني شادي محمد طول الماتش، انت تعبين نفسكم وعاملين تلعبوا جامد كده ليه؟ انتوا كده كده ما لكمش حاجه، انتوا عايزين تضيعوا مننا الدوري، اقف ياض مش اقف ياض، عمال يتكلم الكلام اللي هو الاستفزاز يعني في الملعب، يخبطني في رجليا، كان ساعتها عمال يخبطني في رجليا وفي ظهري، اوقف انتوا مش محتاجين حاجه من الماتش، مش عارف ايه، اقول له كابتن مركز رابع عشان بتوع عربيه، يقول لي مركز رابع ايه، هتضيعوا علينا دوري. وده عيب من النادي الاهلي مش مننا احنا، مش من ولاده ولا من جماهير، هو النادي الاهلي علمنا نكسب بس، مع ان الرياضه مش كده. يا ام سعيد كل كوره مش رايحه، وشادي بينط من فوق الكوره، واسامه حسن فارد على الكل، وسيد عبد النعيم اول مره اسمع الاسم، واحده من هنا اسامه حسن بيطلع، واحده من هنا فضل بيضيع، واحده تانية جيلبرتو بيوقف في السكس يارد وبيحطها بره. الحدث اللي حصل في الملعب ده انا ما شفتوش في تاريخ كره القدم. يعني اسامه حسن طلع كره من على خط الجون بدماغه من احمد صلاح حسني، ما تطلعش بصراحه، طلعها بطريقه غريبه، جه على الخط، في انا فاكر واقف انا على الخط وهو بيرمي الاود، كابتن حسام البدري يعني قال لفظ كده شتيمه غير عاديه، فما مسكتش رديت عليه. يعني حتى في بعض لعيبه النادي الاهلي جوه الملعب قال لي جدع انت عملت كده ازاي، انت ابن نادي الاهلي وتطلع كره من جوه الجون يا اسامه، الدوره هيضيع مننا، انت مش عارف الكلمه يعني لفظ ما ينفعش اقوله، يعني انت اهلاوي انت يعني ايه، ويقول لي الفاظ غير عادي مش بتاعتي، يعني ايه مش فاهم، دي مش فاهم يعني المفروض كنت اعمل ايه، يعني ده اكل عيشي وانت ما اكل عيشك، انت هتكسب وتاخد فلوس وتعمل تاريخ، انا برضه عايز اعمل تاريخ واكسب فلوس. وبنفرير قاعد بره، ابراهيم غير مثلا ابراهيم سعيد وغير احمد بلال، تغييره امبي دي كانت غريبه جدا بالنسبه لي، وكانت اسوا تغييره غيرتها في حياتي، لان انا كنت من ضمن نجوم المباراه. كابتن ابراهيم سعيد كان يعني من احسن لعيبه في مصر في الفتره دي، وكان هو في الملعب مش هقول لك يعني روح غريبه وكره غريبه، هو اللي بيلعبهم هو اللي عامل لهم شغل، احنا فاجئنا، حتى انا اتفاجئت في الملعب ان بيطلع ابراهيم سعيد، مش عارف مستر بونفرير فاتها كده، عمل الفاتيه بتاعته وقام غيرني، كله عمال يشد، اول مره احط كميه رياكشنات بكاميرات سواء من الجمهور او من اللعيبه، لدرجه انت لو شفت الاعاده بتاعه الماتش ده هتلاقي ناس بتشد في الفانيلا وناس بتعض في ايديها وناس بتضرب وناس، كل ده دكه الاهلي. لسه صغير وطالع طبعا الدرجة الأولى، وكان بونفرير المدير الفني وكان قايل لي يا بيه أنا هلعب فأساسي يعني، فقلت له أنا ما بلعبش أساسي، ما عنديش خبرة،
ونزلت كنت مضغوط جدا طبعا، واخر فرصه ضيعتها ايه بعد فرصه محمد فاضل؟ خلاص الدوري بقى محسوم بره النادي الاهلي. لكن هو امير عبد الحميد له مشترك معايا في كام لقطه كده، كان معايا بره على دكه البدلاء في الاحتياطي، فقلت له امير خلاص احنا الدوري مش بتاعنا. واول مره في حياتي اخرج اخر خمس دقايق في ماتش عمري مش هتحصل تاني وانا واقف، بخرج وانا واقف ما بقتش شايف قدامي. اول مره يتغلب سوري يعني، وبعتذر للناس، انتمائي على شغلي. اول مره كنت عايط حاجه ترتبط بكره القدم يعني، يعني انا مش عاطفي، فاول مره كنت عايط حاجه من خلال الكوره. ضغط ارتفع شويه، الكوره مش عايزه تخش، جت كوره لوائل جمعه كانت داخله الجون لقيتها بره، دماغي ضربت في سقف العربيه، كانت الوحده ال 12 مع المهندس ايمن منون يقول لي اهدى انت هتموت كده. فضل السيناريو ماشي والمباراه ماشيه لحد ما احنا المباراه بتاعتنا خلصت قبل المباراه بتاعت النادي الاهلي. يمكن مباراه النادي الاهلي بدات بعدينا بدقائق، فكان فاضل دقائق حوالي 3 4 دقائق تقريبا. عبد المنصف جاب الراديو، ما اعرفش برده جابه منين، وابتدت ابتدينا بقى كلنا يعني نتجمع حوالين الراديو، لان ما كانش حد يعني متوقع، كنا كلنا متوقعين الاهلي ممكن ان هو يحرز هدف في الدقائق الاخيره. انا كنت بتفرج مش مصدق، وفي اخر بقى خمس دقايق ابتدت تشد جدا، وابتدى بقى كلنا على اعصابنا. لغايه ما اوصف فماتش خلاص حط على الدوري. انت مش طبيعي بعد اللحظه دي، لحظه انت مش حاسس بنفسك، يعني انت مش طبيعي خالص. الناس بقى قلعت التيشيرتات وابتدت تجري. لا ما كنتش مصدق. طارق السعيد نايم في الارض، خالد الغندور بينط على الكابتن احمد رمزي. جريت على احمد رمزي قلت له ده احلى دوري في حياتنا. ايه رمزي بيقول مش انا قلت لكم بكره ان الاهلي هيخسر؟ التوقيت ده كنت حسينا ان قد ايه ربنا عايز يوفقك. كان جيل محترم قوي قوي قوي، جيل قوي جدا، فعشان كده تحس ان ربنا خدها من بق الاسد زي ما بيقولوا واداها لنا، كنا نستحقها. يعني الحاجه الوحيده اللي حزنتني انا وانا راكب الاتوبيس ومروح جمهور النادي الاهلي، الناس الاقيها مرميه على الارض حوالين الرصيف بتاع ملعب المقاولين العرب، ناس بهوات وبتاع، واحد مرمي كده والتاني مغمى عليه وعربيه اسعاف معديه وبنات بتصوت ومش عارف وعيال عماله تحط ايديها انا حاسس ان في جنازه تدور. من ايام السودة في حياتي القرويه كلها، مش عايز افتكر احداثه. الملعب كان بالنسبه لي صعب جدا ان انا اروحه، كل ما اروح افتكر ذكرى سيئه فيها اللي هي بتاعت ضياع الدوري دي. قعدنا تقريبا ساعتين او ثلاثه جوه الاوضه، مش محدش مصدق. قعدنا ثلاث ساعات عشان نخرج من الملعب لحد ما جابوا مدرعات وامن مركزي يطلعنا بعدها بثلاث ساعات من الجمهور. عارف لما تحس ان انت الموقف اللي انت فيه صعب جدا، كان في ناس جوه الحمام مش عايز تخرج، وفي ناس عايز يقول لك احنا مشينا وقعدت جوه اوضه اللبس مش عايز تخرج. في رجل اعمال زملكاوي بعت لي فلوس لينا وسيا بعد الماتش. طبعا فرحت ان الزمالك خد الدوري، دي ما فيهاش كلام دي طبعا. ورحت على فكره كنت رايح نادي الزمالك ساعتها، بس الجماهير هناك كانت كتيره، خفت انا بقى يحصل لي حاجه ولا الكلام ده، كنت رايح. مش بعد الماتش احنا ماشيين بالعربيات، فكان معايا الكابتن عادل فتحي معايا في الفرقه، فمروحين انا واقف في عربيتي، واحنا يعني احنا راكبين على كوبري اكتوبر، قال لي على الجاكيت عشان في كان ساعتها ميكروباص جنب فوق كوبري اكتوبر، في جمهور النادي الاهلي جاي من الماتش جنبنا، واحنا قالعين الجاكيت انا وهو، وقعدنا بالتيشيرتات كل واحد كان لابس التيشيرت بتاعه يعني، قعدنا بالتيشيرت لحد ما وصلنا امبابي انا وهو، قالعين ان جمهور الاهلي محدش كان مصدق لحد ما وصلنا امبابي. انا ما مصدقش ان انا وصلت امبابي، يعني وصلت بيتي بعد الماتش من الجمهور ومن القلق اللي في البلد بعد الماتش على طول. الحصان القوي هو اللي يكمل لنهايه السبق، فاحنا ما كملناش. بعديها انا كان الكابتن شوبير ماسك في دريم في برنامج بتاعه في دريم، وطلعت على من بعد المباراه على طول على دريم عشان البرنامج. كابتن شوبير يقول لي تعالى، قلت له مش طالع الحلقه. قال لي تعالى ده لازم نعمل شغل حلو. قلت له اعمل شغل حلو، انا مش طالع الحلقه. قال لي تعالى. قلت له تعالى هتستحمل؟ قال لي اه. رحت جاي عامل كليب مجمع لو تفتكره بتاع جرح تاني، وراه على طول انت ما تهزتش الحال، انت ما صعبش عليه، جالي لغايه
الله يعوض على ايام وعلى الاهلي. وكان كليب حراق على الاهلي اول مره اعمله وبحرقه جامده جدا وجي في الجون. بس سيد عبد النعيم اليوم ده انا عرفته، واليوم ده انا قلت له يعني لما اشوفه والله الله يسامحه.